هذا أنا خادمك يا مولاي غسان بن كليب. كنت أقتلك يا وزيري، لما تتسلل هكذا في الظلام؟ لم أحسب أنك تأتي إلى هنا يا مولاي. لم أستطع النوم يا غسان، أصابني أرق، ولنقل يلازمني هذا الأرق اللعين، وصار زائري الذي ينتظرني على فراشي ليفزع النوم ويشرده. أراك تثقل نفسك بهموم تستجلب الأرق يا مولاي. وأي هم أكبر من هم ملك ينظر الدنيا عبر أسوار لا يستطيع تجاوزها؟ هناك سهول ووديان أتمنى أن أدور بها على حصاري لأشم النسيم وأمتع نظري بجمال الأرض والشجر. لا أراني أتطاول في القول إن ذكرت لمولاي مكانته وهيبته وأن الأرض حول بخلا تستقبله. لا أحد يستقبلني غير حقدي هذا وذاك. الكلمة متفرقة يا غسان كما تعلم، القبائل متناحرة، وأمراء بني نبهان يتآمرون على بعضهم وعلينا، وكثيرون منهم يتآمرون علينا، حتى صرنا نضع أيدينا على سيوفنا لنحارب أهل عمان لا أعداء عمان. ويا للأسف. تعال يا وزيري، تعال معي لنتفقد القلعة والحرس، لنرى من هم في نوم أو غفلة. دعني أكفيك هذا الأمر يا مولاي، فأنا وزيرك. دعني أبدد هذا الأرق، هيا يا وزيري. اسمع يا ابن زامل، أرق العين خيال قد طرق، عجز الليل وعرنين الفلق، أظهر الصبر فلا أستطيعه، وشؤون الدمع سكبا تستبق. اسمع هذه، أدرت مؤذية ما عن لي حين أضمرت من البين الشفق، من لقلب كلما قيل سلا عاده عايد شوق فخفق، ولجفن كلما قيل غفا أو سيغفو زاره طيف الأرق. بلا مجاملة أو مبالغة، ما رأيك؟ أنت شاعر موهوب، وهذه ليست أول قصيدة أسمعها. باختصار لقد حركت أشجاني يا مولاي. المهم أن تحرك أشجانها. ثم ألم أنهك عن قول مولاي وسيدي يا ابن زامل؟ أنت ابن الملك وأنا أنت ابن أشراف وصاحب مكانة في نفسي، ويجب أن تشعرني بأنني صديقك. حسنا يا مولاي. مولاي الملك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس من الحكمة أن تسهر كل ليلة لأجل السمر والشعر، هذا سيضر بصحتك. لا تبخلي ذات الدلال علي منك ما راجوت، لو أشرب السلوان عن ذكراك راية ما سلوت. راية، من هي راية؟ كل شاعر يذكر اسما، أي اسم، وأنا نظمت في وصف الخيل. أتحب أن أقرأ؟ لا، ليس في هذا الوقت، إنه وقت نوم وراحة للشبان وسهر وأرق للكهول. أوقعتني فيما كنت أخافه يا مولاي. لا عليك.
ستهتم بالخيل يا أخي. وكأنك لا تعلم ما أهمية الخيل عندنا. الخيل أفضل ما يجبى ويصطنع، وخير مال به في البأس ينتفع. هن المعاقل إلا أنها سفن، تنجو براكبها إن خامر الفزع. الخيل أنجح ما شن المغار به، أهل الحفاظ وخطي القنا شرع. والنساء والخمرة، ما تقول فيهن يا ابن الملك؟ الظلم ظلمات يوم القيامة يا ابن المظفر. فيستقيم الملك بالرحمة والمغفرة وحدها يا ولدي، وأنت تعلم أن الحد والعقاب دواء لداء العصيان والتمرد. سليمان يا ولدي، أنت راخت يدي ولم أتشدد، فإن كثيرا من المتربصين سيثبون ليأخذوا الزمام. تذكر يا من ستكون ملكا بعد رحيلي أن أطماعا كثيرة تحرك بعض القبائل حولنا، وهذا نورشا. كيف دخلت يا حسام؟ دخلت كما أدخل كل مرة يا أبي، فأنا ابن الملك مثل سليمان. نعلم هذا، ولكن الأدب يلزمك بعدم الانسلال بلا صوت. الانسلال للأفعى يا سليمان، فهل تراني؟ كفى كفى، لا أحب أن أرى وأسمع هذا التشاحن والتشاجر بين ولدي. هذا حمام خادم الوزير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما وراءك؟ بدأت مسافة الخلف تتسع بين أبناء الملك ابن المظفر. حسام وسليمان ليس على وفاق، فما الجديد؟ الملك بدأ يصرح أن سليمان هو المرشح للعرش، وهذا يثير غضب وحسد حسام. إذن علينا أن نتقرب من حسام كي نستميله ونضمن جانبه أولا، حتى لا ندعه يسير وسيرة والده الظالم. انتبه لكل ما يدور يا حمام، وكن الحذر. هذا خبر لم أستطع التأخر بإعلامكم إياه، لن أستطيع التأخر أكثر من ذلك. هيا، سنجد من يستطيع التقرب إلى حسام وإمالته إلينا. عن زميلاتي. إذن أذهب كي أفتح المجال للبنات. لما أنت في عجلة؟ ولما أنت في انفعال؟ هذا سؤال تعرف جوابه أيها الأمير، فأنا بنت ولي السمع وأخاف عليها. وأنا شاعر عاشق، لا أخاف إلا على ما أحب ومن أحب. لما أنت منفعل غاضب؟ لولاك مؤذية النفوس لما غضبت ولا صبوت، فإذا شدت فوق الغصون حمائم غرد شدوت، وأخاطب الغصن الرطيب وما لخطرته هفوت. أنا مؤذية النفوس؟ سامحك الله أيها الأمير، فأنت تظلمني في شعرك وأنصفك في شعوري. فما الشعر غير شعور كما تقول دائما، وكما أقرأ في الكتب أحيانا. وهل وجدت فيما تقرأين شيئا عنا؟ كأننا في شهرة وذيع صيت، حتى صرنا حديث مجالس وكتب. عجبا من سؤالك. لا عجب يا راية، فكل العشاق مثلنا، وكل ما نعانيه مروا به وعرفوه.
وبعد يا سليمان، أعني أيها الأمير. بل سليمان، فمملكة العشق كل من فيها أمير، بلا تفضيل، بلا تسميات وألقاب. كيف أستطيع أن أجاري شاعرا زليق اللسان مثلك وأنا لا أملك بعض القول؟ أعذب القول وأرقه وأحسنه يا راية الحسن. ويلي، أين بعينهن هذا الموقف؟ هذا شعر في ساعة وجد وأرق، اقرأيه واحفظيه. أكان هذا عابر سبيل أم قاطع طريق؟ لا شأن لأحد بأمري، ولا أريد أسئلة وتلميحات. راية يا راية، سرنا واحد، وكلنا نعلم بقصة الأمير سليمان والحورية راية بنت مساعد. لا أريد أن أسمع أكثر، هيا هيا لنذهب. تعال يا ولدي، افصل أنت في هذه القضية، فإني أنصرف لأمر طارئ عاجل. ما خطبكما؟ لما الخلاف وأنتما أقارب؟ تعال معي يا سليمان، أريدك أن تطلع على أمر. هنا ولا أحد يتخطى هذا الموقف. ده مكرمكم يا مولاي، لكني لا أحب أن أسمى ضيفا، فأفقد امتياز مهنتي وربما تقل المكافأة. تأدب يا هذا، فمولانا يزيد في العطاء ولا ينقص. أسمعني ما عندك، وإذا اقتنعت به أمنحك ما تريد، وعلى شرط. أنت تجيد لغة فارس أيها الوزير. هذا من نورشاه ملك هرمز إلى كبير قادته، يطلب إليه التجهيز السريع وإعداد الجيش وتدريب الجند. لماذا؟ هل يرمي الحرب؟ ما دام يطلب السرعة فلا بد أن حربا قادمة. جهزوه بحصان، وليخرج الليلة متخفيا كما دخل، مع الظلام وليس قبل الظلام. رسالة بين ملك وكبير قادته، كيف تصل إلى سائس خيل يتاجر بالغلمان؟ مرجان هذا يا مولاي يندس في كل زاوية، وقد تعلم العربية وأتقنها. وأود أن أذكر مولاي بأن مرجان قد جاءنا بأخبار كثيرة وصادقة. إنه يبيع ويشتري، ولا ثقة لي بكل ما أسمع منه، ولكني سأحسب لهذا الخبر حسابا. أي خبر هذا الذي ستحسب له حسابا يا ابن المظفر؟ ؟
أنا من راية في وجد وهم وغرام وسقام وألم، أتراها وجدت في حبنا ما وجدنا في هواها من سقم؟ أسهر الليل وتغفو ليلها، أيساوي نائما من لم ينم؟ لا تشوب الوعد بالمطل لنا، إن مطل الوعد يا راية ذم، قد براني الشوق سقما مثلما قد برى الكاتب للخط قلم. زوديني منك يوما قبلة علها توجدني بعد العدم. إلا هذه يا سليمان، من هذا سليمان يا راية؟ ها؟ أنا كنت أقرأ. تقرأين رسالة أليس كذلك؟ لا، مجرد شعر. أصدقيني القول، فأنا أحس وأرى ببصيرتي أوضح مما يراه غيري ببصره. من هو سليمان هذا الذي تهذين باسمه في نومك؟ نومي؟ أنا أتكلم أثناء نومي؟ لهذا السبب أحكم إغلاق الباب. هل بينك وبين سليمان هذا ما تخافين أن أعرفه؟ هل حدث شيء؟ لا، لم يحدث شيء غير الكلام والشعر. في الفلج حيث تذهب الفتيات للتنزه، ينساب شاب ليغازل ابنتنا في غفلة عنا. وأنا أيضا أحبه يا خالة، أسمعه مثل ما يسمعني، ولا داعي للسكوت ما دمت قد عرفت سري. أنا أخاف عليك من سوء السمعة يا راية، فالثوب الأبيض يفقد قيمته بسبب نقطة حبر سوداء. سليمان يخاف على سمعتي مثل ما خاف عليها. ليخطبك إذن، ما الذي ينتظره؟ الملك قد لا يوافق على زواج ابنه من بنت ليست أميرة. فهو الأمير سليمان بن الملك. إنها غزالة نافرة، دوروا. سالم إن شاء الله، سالم، سالم، هو يحيى. أنا السبب. لما أفزعت الحصان يا هذا؟ كنت نائما يا مولاي، فسمعت صوتا، صوت حوافر هذا الحصان بالقرب مني، فنهضت كالمجنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي الأمير. وعليكم السلام. أعرفك يا هذا، وأنت أيها العكلي. وأنا مصعب الطويل. لقد أعددت قهوة في مجلس لنا هناك، وأرجو يا مولاي أن تشرف مجلسنا وتشرب القهوة وترتاح ما شئت. هل دبرتم الأمر وانتظرتم قدومي إلى هنا؟ ليس من السهل الحصول على مجالسة الأمراء والتقرب إليهم. نحن نحبك يا مولانا، ونريدك أن تجلس معنا لكي نسمع منك وتسمع منا. جلسة للحديث وشرب القهوة، لا أكثر يا مولاي، لا أكثر إطلاقا. وأنت بين إخوان. نعم، إخوان. إنه هناك يتجه نحو القلعة. ها
هذا هو مجلسنا، ليس فيه غير القهوة وذكر الله وحسن الحديث. مولانا الأمير حسام يحب مثل هذه المجالس ويتجنب مجالس أخيه الأمير سليمان. مجالس الخمرة والغزل واللهو و... أعوذ بالله. لكل هواه ورغبته. رغبة الأمراء يجب أن تكون مثل رغبتك، نزيهة ترضي الرب والعبد. من يدري، فربما صار الأمر إلى سليمان بعد وفاة الملك. أمد الله في عمر مولانا الملك، وإن كانت الألسن تخالف القلوب. أعلم أن الكثيرين يقولون بحق والدي خلاف ما تحمل قلوبه. أنت أعلم بقسوة والدك وعدم رحمته؟ إنه يرى الشدة من شروط الحكم، ولكن هذا يخالف الشرع والدين. لا تدع الحماسة تخرجك إلى قول تغضب فيه مولاي الأمير. لطالما وددت أن أسمع الحق. من أراد أن يقول الحق في أبي فليقله الآن. أهل الرأي والعلم في عمان يرون أن ملوك مالنبهان أخذوا ما لا يستحقون ظلما، وأنهم أهل جور وتعسف، والظالم يخاف المظلوم ويتوجس خيفة من كل شيء حوله. كفى، لقد كدرتم خاطر الأمير ولم يجد في مجلسنا ما يسره. وجدت ما أريد. كيف يختفي ولا أجد من يخبرني خبرا يقطعني؟ ألم تكونوا مع سيدكم الأمير حسام لأجل حمايته؟ نعم يا مولاي. انفرد عنا وذهب بعيدا، وظننا أنه عاد إلى هنا. إذا خدش ولدي ولو خدشا صغيرا لأجريت دماءكم، أفهمتم؟ نعم يا مولاي. لا سمح الله، لا سمح الله، لن يصيب مولاي مكروه إن شاء الله، فالمكان حولنا أمن. أين كنت يا هذا؟ أتحاسبني يا سليمان؟ والدي في قلق، وهو من سيحاسبك على غيابك. يجرني من أذني ويصفعني كأي طفل، أهذا ما تود قوله؟ أنا لا أريد أن أقول المزيد، اذهب وواجه والدك بنفسك. لما هو في غضب وانفعال دائم؟ طبعه حاد، ليس فيه ليونة أو رقة، وكأنه نسخة عن أبي. أنت نسيج وحدك يا مولاي، ليس في نزوة أو بهلة شاعر أديب مثلك. طبعك لين لا حدة فيه، ستكون أفضل ملك من الملوك الذين تعاقبوا على العرش من آل نبهان. لا تبالغ بالمجاملة يا ابن زامل. لا أمن ولا أمانة حولنا، أهذا ما تشعر به؟ ألهذا تخاف علينا من الخروج والصيد والتنزه؟ نعم، نعم يا ولدي، الدنيا فيها شرور وأعداء وحسد. ولما تحيط بنا الشرور والأعداء يا أبي؟ لما صارت هذه القلعة حبسا تدور فيه ولا تستطيع مغادرته؟ لماذا يفزعك النوم ويسر بأحلام تستفز الأرق؟ الأرق الذي يلازمك كل ليلة. إنه هم الملك يا ولدي، وثمن العرش والسلطة، ولا يجتمع الأمن في القلب مع الإطمئنان لمكانة الملك وثباته. أهذا دأب كل ملك وصاحب عرش، أم هو نصيب أهل الظلم من الملوك؟ من وضع هذا الهذيان في رأسك يا حسام يريد أن يضعف عزمك، فلا تستقبل العرش بعدي إلا وأنت خائر الهمة فاتر العزيمة، تتوجس من فئك فلا تقطع في أمر إلا بعد تردد. لست أنا من سيتولى العرش من بعدك يا أبي، إنه ابنك سليمان.
ولي عهدك، وسيكون للملك شأن آخر لن يسرك. أكنت تتوقع أن تسمع من ابن حسام ما تسرب إلى سمعك وأنت هناك وراء الباب؟ إنها فلاتات لسان الشبان وتسرب قولهم، ولا أظن أن أنت آخر من أريد أن أسمع منه مواساه باردة يشوبها نفاق يا غسان. أردت أن أخفف مرارة الحقيقة التي قالها سيدي حسام ببعض حلاوة المداهنة والمجاملة. الحقيقة أني ملك ظالم أساء تولية العهد لابنه الأكبر. أنت حكمت وفق خطة وضحتك الظروف فيها، واخترت لابنك الأكبر ما اختاره غيرك من قبل. لا ألام على الظلم إذن، ولا على سوء تولية العهد لسليمان. هو العكس الذي لا يجرؤ لسانك على نطقه. هل بقي في العمر متسع لسياسة جديدة يا وزير؟ هذه الشجرة المزمنة التي نخرها السوس، هل تتقبل استقامة واعتدالا دون أن ينكسر جذوها؟ في خاطري جوابان لا أحب أن تسمعهما، فاعفني واعف عني يا مولاي. على الوزير نصف وزر الملك يا هذا، تذكر ذلك دائما. اترك حصانك يا ابن الزامل، ابتعد قدر ما تستطيع، دع الخيل ترعى وتمدد إن شئت. لو أنك أتيت وحدك لكان أفضل لك ولها. لا تجادلني يا ابن الزامل، اذهب بالحصان أذهب الله عقلك. عقلي أو رأسي أحدهما سيذهب اليوم. أين ذهبت يا رايا؟ أنا هنا. راية الروح والقلب، بل منية النفس والروح. كيف ينطلق لسانك فلا يتوقف؟ أنت تعد الكلام قبل أن تلقاني، أليس كذلك؟ أنا أعد كلاما أنساه حين ألقاك، ولكن قلبي يحرك لساني فينطلق حين أراك. ليس من الحكمة أن نعشق بعضنا عشقا يسقمنا إذا افترقنا. توقفي، لما تذكرين السقم والفراق؟ يا سيدي ومولاي، إن أميرا مثلك يحتم عليه وضعه أن لا ينظر إلى فتاة مثلي، وهذا يعني أنك ستفارقني حين يزوجك والدك من أميرة بنت أمير. من الذي يضع في رأسك الصغير هذه الأفكار الكبيرة؟ ليس المهم حجم هذه الأفكار ما دامت حقيقية. سيضيع هذا اللقاء في جدل ونقاش. لا تظنني أريد إزعاجك أو إغضابك أيها الأمير. اسمعي أيتها البلهاء الجميلة، أنا لست أميرك، أنا حبيبك وزوجك. غدا، هذا الغد قريب، أنا في عجلة كي أخذك لنرتاح من هذه اللقاءات المتوجسة والحذرة. ومولانا الملك، أتراه يرضى أن أكون زوجة لابنه الأمير؟ أنا من سيتزوج، أنا ولي القول الفصل في هذا الأمر. لن ينصلح ما بين حسام وأبيه بعد الآن، وهذا يجعلنا نتواصل مع حسام ونجالسه كل يوم إن استطعنا. هذا ما يجب أن يحدث.
وهذا أصعب ما تفكرون به. الملك لن يغفل عن حسام بعد الآن، وسيضعه تحت المراقبة والعين، لكني سأتقرب إليه وأجعله يثق بي. سيصحو الوزير من قيلولته، ويجب أن أكون حيث يراني ويسمعني. لا تتسرعوا، فلكل حصاد أوانه، وزرعنا لم يثمر ثمرا يستحق الحصاد. حسنا. أهلاً أهلاً بمن شاركونا من القبائل الأمانية. هيا تقدمونا. رأيت كيف وصلت بكم إلى دار الأمان يا مولاي. هيا أسرعوا أسرعوا هيا. وسأكون دليلكم إلى كل مكان في عمان وكل قياع عمان. خذ أرسم لي بهذا على الأرض خطة الطريق للقلعة الأولى. من هنا لا يعترض طريقكم أحد. أما من هنا فهناك جبال شاهقة، وهنا نهايتك. هذه نهاية كل غادر. قرسيس قرسيس جاسوس. هيا قدموا. هذه ليلة شؤم وسوات، ولا ندري ما سيأتي به الغد. ليت الغد لا يأتي. سيأتي يا ابنتي، ولا يرده رجاء أو دعاء. أنا خائفة يا خالة، خائفة. لا خوف علينا يا راية. وسليمان وسليمان هل سينجو؟ الله يقدر الحياة والموت، ومن لم يأتي أجله سيعود سالما. لا، ليتني أرى سليمان. ألقاه لقاء سريعا لأودعه وأقول له إني أحبك وأدعو لك بالسلامة والعودة الغانمة إن شاء الله. نهايتي أنا، ولا تجعلها نهاية آل نبهان. جواب نفسكما، واجمعوا أنصارنا ومن يوالينا، وأعيدوا الكرة على جند ابن لقمة ومن تبعه. أمير أمير أمير. لقد ضاقت علينا الدائرة، علينا أن ننجو بأنفسنا. هيا 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 للخيل.
لن تطول غيبتنا يا عمان، سنعود والعود أحمد. دعاني الهوى العذري بالقسم موهن لبرق تنشت من عمان السحاب، فأرقني والخالي البال هاجع، فبت له حتى الصباح أراقب. خليلي هل أبصرتما أو سمعتما بما نابني والدهر جم النوائب؟ ألا ما لهذا الفجر لم يبد نوره، وما بال ليلي لا تغور كواكب؟ إذا قلت ينجاب الظلام ترادف كتائب همي خلفه وكتائب. الأرق زاد ليلي، علينا أن نتقبله بصبر. لا عجب من الأرق، العجب من النوم والدعاء، وهناك عمان تئن منتظرة من يشفي جراحها. اتصلنا بكثير من القبائل وسيزورنا الكثير لأجل توحيد الكلمة واليد، وبعدها نصول صولة أسد لنستعيد عمان وكل قلعة بها. ما جلست لأحد إلا وجدته متحرقا شوقا وحماسة لحمل السيف والجهاد، وأهل عمان اجتمعوا حول عمر بن الخطاب السلطي وهم بانتظار عودتنا لنوحد اليد ونكون على عدونا. إذن فالعودة قريبة إن شاء الله. الحرب كر وفر، وما كان خروجنا من بلدنا إلا فرة ستعقبها كرة تزيل عن أرضنا أثر العدو والعدوان. وهذه السفن قد شحنت رجالا وعتادا وهمة وعزما، وسنسير بسم الله وعلى بركة الله لإعادة الحق وإعلاء كلمة الحق. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وطير دعا بعد الهدوء قرينه، وبات وحيدا باكيا وهو ساجد. فقلت له: يا طير ما لك نائح، أراعك مثلي من يد البين رائع؟ فقال: نعم، كنا قريني محبة، ففرقنا خطب من البين فاجر. أحن وما يجدي الحنين لراية، كما حن مقرون اليدين ينازر. إذا ناح طير النفح أو لاح بارق، أراقت مصون الدمع مني. جيشنا لتسترد بهلة ونزوة وكل الأرض التي كانت أسيرة. هو النصر إذن، هو النصر، الحمد لله، هذا ثالث العيدين. سليمان، رايا، رايا، أين هو الآن؟ الحمد لله والشكر على نصره. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أقول وأنا في مجلس أبي ما قاله الشاعر قديما: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بملكه سامر. ما أقرب العهد على الذاكرة وما أبعده بحساب الأيام. ما مضى فات يا مولاي، والقادم غيب، ونحن في هذه الساعة المباركة يا مولاي.
ساعة النصر والخير والعهد الجديد بجلوس مولانا على عرش الحكم، خير خلف لخير سلف، سليمان بن سليمان بن المظفر، له النصر والظفر بعون الله. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إلى متى هذا الانتظار؟ الزمن لا ينتظر والشباب لا ينتظر. سليمان عاد يا فتنة. عاد ملكا وجلس على عرش أبيه، والملوك في شغل ينسيهم أنفسهم. لا أظنه سينساني أبدا، لقد تعاهدنا. تعاهدتما؟ وأنا أيضا تعاهدت مع زوجي لأعود إلى البيت وأعد له الطعام. أين أنت يا سليمان؟ أنا هنا. حلم. هذا حلم. بل علم وحقيقة ويقظة يا راية الحسن. سبحان الله، كل شيء تغير إلا أنت يا راية. كل شيء تغير؟ حتى القلوب؟ تغيرت نحو شوق أشد وحب أكبر، ما دام قلب من يحب لم يتغير. خوفي من أن يتغير قلبي يا مولاي. أحبها من جميع الناس وأكرهها منك، رغم أنني أحب كل ما فيك إلا كلمة مولاي هذه. حدثيني عن أيام البعد والفراق. حدثني أنت عن الغربة والرحيل. حدثيني أولا. سليمان لم يحقق النصر إلا بنا، وأنت أحق أن نختارك ملكا علينا يا سيدي. نريد من يسير بنا أن يكون على نهج الأئمة الصالحين. لأخي أعوان وجند، وإذا تحركنا سوف نخطو لحرب جديدة. معنا بنو عمر وبنو ربيعة والسوالم وكثير ممن يريد الثورة على أخيك الذي يشبه أباك في حكمه. كفى كفى يا راية، لقد أوجعت رأسي بإعادة كل كلمة عشرات المرات. من الفرح يا خالة، من جنون الفرح، ويحق لي أن أجن، فلقد عوض الله صبري خيرا، وعاد سليمان كما ذهب حبيبا جميلا ينثر الود والمحبة من حولي، ويسمعني الأشعار، وسيأخذني إلى هناك إلى القلعة لأكون زوجة للملك، وسأخذك معي. لا لا يا ابنتي، فهذا بيتي وقبري، المهم أن تنالي أنت السعادة. خالتي. كيف صرت أنت صاحب العرش يا سليمان؟ أنسيت عهد والدنا وإرث أجدادنا آل نبهان الذي يضع قيادة الملك بيد الإبن الأكبر؟ إنه قانون آل نبهان لا قانون الشورى. أتريد أن تصبح ملكا بادعاء تنسبه للشورى يا حسام؟ أهذا ما أوحى به إليك صحبك المتآمرون؟ متى كان صاحب الحق متآمرا يا ابن أبي؟ إنهم يوسوسون في أذنك ونفسك لإثارة الفتنة يا هذا، وحين تهدأ الزوبعة تجد غيرك هنا، وتكون أنت إما في قبر أو حبس. هذا ما ينتظرك أنت. أتريد حربا بيننا يا حسام؟ لتكن حربا. كفى
كيف نتدارك هذا الأمر؟ باللين وحسن السياسة، أنا لا أريد أن أحارب أخي. اذهب إليه وكلمه، واحمل إليه رسالة مني لعله يعقل. إلي بقلم ورق. اقرأ الرسالة وانظر إلى الأمر مع نفسك وتفكر قبل أن تقدم على ما لا يصلحه الندم. أنت تريد أن تجعلها صافية لتنشر جناحك وتلقف الحب كما تريد. سامحك الله، هل أنتظر جوابا عن الرسالة؟ دعنا نقرأ أولا. وقل لحسام راجع السلم تسلما، ودع عنك تذكار الوغى والطوائل، فإن طريق الحر وعر مضلة تؤول بباغيها إلى غير طائل. فلا تطع اللاحين في السلم، إنما قصارا بعاث الحرب قطع المفاصل. ولا تحسبن الحرب لهوا ولذة ووصل لعوب في فناء المنازل. أتريد جوابا؟ هذا هو الجواب. حسام، أحسام أدمى هم يومك خاطري، والهم يخطر بالقلوب فيلدع. أحسام آلمني رداك ولم أكن قدما ليوجعني مصاب مفجع. أحسام عز علي فقدك من أخي، عف الشمائل جوده ما يقلع. أنا ذو السؤدد السني سليمان، سليل المتوج المفضال. أنا ابن نبهان ابن عمرو ابن كهلان، سليل النبي ذي الأفضال. والمليك المتوج الأروع الضرب، جزيل العطاء جزيل النوال.